السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة يا جماعة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع السن الصغير اللي عاوز يسافر. مبدئيا يا صاحبي أنا بنصحك تجرب في بلدك الأول، يعني أنت خلصت جامعة، خلصت دراسة، خلصت دبلوم، خلصت أي دراسة، أنصحك يا صاحبي جرب في بلدك الأول. حاول تفتح مشروع، حاول تشتغل، حاول تندمج في الحياة العملية، حاول تثقف نفسك، تتعلم حاجات كتير، اشتغل على تاكسي، اشتغل في شركة مندوب مبيعات، اشتغل أي حاجة يا صاحبي، افتح مشروع صغير، ابدأ يا صاحبي في بلدك. ما تفكرش في السفر على طول، السفر مش سهل يا جماعة، والغربة مش سهلة. انت لسه متخرج يا صاحبي وبتفكر في السفر؟ حاول تجرب في بلدك الأول، افتح أي مشروع، افتح أي حاجة. ما تقوليش الحكومة والبلد والوضع، تقوليش يا عم انت بتاخد أحلامي كده. لا والله أنا ما بشجعكش على الغربة وما بشجعكش على السفر، أنا بقولك ابدأ في بلدك الأول، ولو الأمور ما ظبطتش في بلدك فكر في السفر يا صاحبي، لكن ما تفكرش في السفر على طول مجرد ما تخلص دراسة، مجرد ما تخلص دبلوم تقول أنا عاوز أسافر. لا يا صاحبي، جرب في بلدك الأول. كلنا أول ما تخرجنا، أول ما خلصنا دراستنا جربنا في بلدنا يا صاحبي. أنا عن نفسي اشتغلت والله العظيم، اشتغلت مندوب مبيعات في شركة ألبان، اشتغلت مندوب مبيعات في شركة لحوم، اشتغلت على تاكسي، اشتغلت على سيرفيز، اشتغلت مندوب مبيعات في شركة آيس كريم، وبعد كده فكرت في السفر يا صاحبي. فأنت ابدأ في بلدك الأول. الغربة صعبة يا سيادني، أقسم بالله العظيم الغربة صعبة. حاول تكتسب خبرات في بلدك الأول، تعلم حاجات كتير، اتغرب بعيد عن المحافظة بتاعتك. يعني أنت مثلا من القاهرة روح اسكندرية، تغرب لك مثلا سنة في أي مشروع، اتعلم ازاي تطبخ، اتعلم ازاي تغسل، اتعلم ازاي تجهز اكل لنفسك، اتعلم ازاي تعيش لوحدك، عشان لما تروح في الغربة يا صاحبي تكون جاهز، تكون بيرفكس، تفهمني؟ يعني تكون كومبليت، جاهز من كل حاجة. لكن يا صاحبي ما تقوليش انا عاوز اسافر وانت لسه عندك 19 سنة ولا 20 سنة. لا يا جماعة، لا لا، الغربة صعبة يا جماعة والله العظيم. حاول تجرب في بلدك الاول زي ما قلت لك. ما انا ما بكسرش احلامك والله العظيم، وما بشجعكش على السفر. جرب في بلدك، لو الامور ما ظبطتش في بلدك خلاص انوي السفر يا صاحبي. ولكن ايه احسن طريقه يا جماعه انك تطرق ابواب السفر؟ احسن طريقه للسن الصغير يا جماعه هي الدراسه. لو خلصت ثانويه، لو خلصت جامعه، قدم دراسه يا صاحبي، قدم دراسه في نيوزيلندا، في استراليا، في كندا، تاخد بالك، قدم على الولايات المتحده الامريكيه دراسه لغه، وبموجب الدراسة يا صاحبي تقدر تعدل وضعك يا صاحبي. قدم دراسة في أمريكا الجنوبية، حضر ماجستير، دكتوراه، اعمل معادلة شهادات بتاعتك، ماشي؟ الباب الوحيد لك يا صاحبي هو الدراسة. ما تنتظرش عقد عمل من حد، ما تقوليش ده حد هيبعت لي عقد عمل، ده مش عارف ايه، ده شركة واخدة مني 50,000 جنيه وبعتوا لي عقد عمل. لا يا صاحبي، الباب الوحيد للسن الصغير هو الدراسة يا صاحبي، وانتظرونا في الحلقات القادمة.